يعني اول لازم لما ابتدي الحلقه النهارده تعظيم سلام لكوماندوز اليد بنادي الزمالك. الفريق بصراحه اللي كل ما نقول يعني النادي بيمر بظروف صعبه، النادي مش عارف ايه، يظل كوماندوز اليد بيبقى ليه مفهوم تاني كده وليه حاجه تاني كده يعني بره الرياضه خالص. احنا كزملكاويه والله العظيم ثلاثه ما قادرين نفهمها. كالعاده كوماندوز اليد في نادي الزمالك هم مصدر البسمه والسعاده لكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان، ومصدر السعاده في كل وقت وفي اي مكان وفي كل زمان. زي ما انا بقول، الفريق اللي مر بظروف صعبه جدا جدا ما تخفاش على اي حد واي جمهور من جمهور نادي الزمالك. زي ما احنا عارفين وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، الفريق يعني كان قبل البطوله بيوم الساعه 12 بالليل احنا قاعدين، الفريق هيسافر مش هيسافر؟ وبعدين انت رايح تلعب في دوله غير الدوله اللي انت فيها، احنا مش رايحين نلعب مثلا في اسكندريه ولا في اي محافظه من محافظات طبعا جمهوريه مصر العربيه، فالمشوار عادي ممكن يبقى قريب لحد ما، لكن انت رايح تلعب في المملكه العربيه السعوديه، كان رحله سفر شاقه جدا. الفريق وصل قبل البطوله وقبل اول مباراه في البطوله بنص ساعه، يعني انت من المطار للاتوبيس للملعب مفيش اي راحه. اللعيبه زي ما بنقول كده ما لحقتش تشرب بق ميه حتى قبل الماتش، ورغم كل ده انت بتقدر توصل للمباراه النهائيه في واحده من البطولات المهمه والقويه جدا جدا، وهي البطوله العربيه اللي بتاهلك لكاس العالم للانديه. بل وامبارح بتفوز على المنظم ومستضيف البطوله نادي طبعا مدر السعودي اللي بتفوز عليه وسط ارضه وجماهيره اكيد المحترمه. اكيد بنبارك لمنظومه كره اليد في نادي الزمالك اللي ده بالمناسبه مش جديد عليها، زي ما بنقول كده لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. كوماندوز اليد هم كوماندوز اليد. مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمه اللي ما بتسيبش النادي في اي وقت وتحت اي ظروف، يعني زي ما بنقول كده هي عمود الخيمه اللي النادي بيتسند عليه في اوقاته الصعبه قبل الاوقات الحلوه. جماهير الزمالك اللي نورت الصاله امبارح، صاله طبعا ملعب المباراه، العنصر اللي ما بيتغيرش ابدا، ثابت وتقدر تراهن عليه في كل لحظه وفي كل وقت. جماهير نادي الزمالك كانت عامله امبارح يا جماعه ملحمة في ملعب المباراة. حابب كمان أوجه تحية للجهاز الفني والكابتن طبعا أحمد رمضان هتلر المدرب الكبير اللي تحمل المسؤولية في ظروف صعبة جدا جدا وقدر يكسب زي ما احنا طبعا كلنا فاكرين بطولة أفريقيا أبطال الكاس من جوه صالة النادي الأهلي. طبعا ده كان من كام شهر وكلنا كنا أكيد متابعين وشايفين. بإذن الله يكمل الرحلة بالفوز بالبطولة العربية والتأهل للسوبر جلوب كأس العالم للأندية. حابب كمان أبارك لكل لعيب داخل نادي الزمالك من أول القائد الكابتن الأسطورة أحمد الأحمر وحتى أصغر لعيب في الفريق وأصغر ناشئ في الفريق. حابب كمان أخص بالشكر واحد برضو يا جماعة من أساطير حراسة المرمى مش في نادي الزمالك، في الكرة اليد المصرية بشكل عام، الكابتن كريم هنداوي. كابتن كريم هنداوي خلاص احنا في نهايه الموسم اللي فات خلاص هو اتنقل للدوري السعودي، يعني خلاص الراجل خلص عقده مع نادي الزمالك وخلاص راح السعوديه، لكن مع ذلك كابتن كريم اشترط انه يلعب مع نادي الزمالك البطوله العربيه والافريقيه بدون مقابل، وده بيدي درس كبير جدا جدا في الحب والانتماء. وزي ما انت عايز تقول قول، يعني يا جماعه لعيبه زي دي اساطير اساسا ومستواهم وامكانياتهم وخبراتهم مش احنا اللي هنتكلم عليهم، لكن بيدوا درس في الانتماء وبيدوا درس في الاخلاص وبيدوا درس في كل حاجه لاي لعيب بينتمي الكيان او بينتمي النادي بحجم الكيان الكبير نادي الزمالك. فيا كابتن كريم احنا بصراحه مهما نتكلم مش هنقدر نديك حقك ولا قدرك ولا قيمتك الفنيه الكبيره كعندنا كجماهير نادي الزمالك او حتى كجماهير كره اليد المصريه بالنسبة طبعا منتخبنا الوطني. كل الشكر كل الشكر والتقدير لحضرتك يا كابتن كريم، وطبعا زي ما انا بقول مهما نتكلم عليك ومهما نقول مش هنعرف نديك حقك من قدرك الكبير اللي عند جماهير نادي الزمالك العظيمة. ايضا بنبارك لنجومنا، كل نجوم الفريق في نادي الزمالك، نجوم شباب ونجوم كبار زي ما انا قلت،
مستنيين منهم اللقب في مباراة أكيد مش هتكون سهلة جدا أبدا ضد نادي الكويت. الكويتي واحد من أكبر الأندية في كرة اليد طبعا على المستوى العربي، واللي فاز امبارح بمباراته ضد نادي البنك الأهلي الحصان الأسود في البطولة. وبالمناسبة احنا من هنا من خلال قناة نادي الزمالك بنبارك لنادي البنك الأهلي على أول مشاركة ليه بهذا الأداء وإن هو يوصل للأدوار البعيدة في البطولة العربية، فأكيد كل التحية لنادي البنك الأهلي. المباراة امبارح خلصت طبعا مع نادي الكويتي الكويتي بفوز الكويتي الكويتي 29-27. نادي الزمالك زي ما احنا طبعا كلنا عارفين لعب قبل كده ضد الكويتي الكويتي في قبل نهائي البطولة السنة اللي فاتت، وقدرنا نكسب بعد ماتش كان صعب جدا. إن شاء الله هنكرر الفوز في المباراة النهائية إن شاء الله بكرة. فريق اليد يا جماعة دايما بيوجه دروس في التكاتف والعمل تحت أي ظروف، وبالذات الظروف الصعبة اللي النادي حاليا بيمر بيها. طبعا كلنا عارفين إن النادي بشكل عام بيمر بظروف صعبة جدا جدا، فأكيد محتاجة تكاتف من كل رموز وجماهير النادي، وأكيد المصلحة الوحيدة هي مصلحة الكيان العظيم كيان نادي الزمالك. الفترة اللي احنا فيها دي هي ولا فترة خلافات ولا فترة مهاترات ولا فترة أي حاجة. الزمالك يا جماعة أولا وأخيرا الزمالك لازم يكون هو الهدف الوحيد والشيء الوحيد اللي كلنا وراه. وأكيد أنا بتكلم هنا دلوقتي كواحد من جماهير نادي الزمالك، أو واحد من يعني أنا اتربيت في نادي الزمالك زي ما أنتوا، أنا معدي من قدام النادي يعني مش هي دي القصة، لكن أنا دلوقتي بتكلم بوجه كلامي لكل النجوم وأي مسؤول بينتمي لنادي الزمالك. لازم نرجع نادي الزمالك لمكانته الطبيعية مرة أخرى، ولازم كلنا نتحد عشان يرجع نادي الزمالك تاني لمنصات التتويج وحصد البطولات عشان جماهير نادي الزمالك العظيمة اللي تستحق ده. جماهير نادي الزمالك زي ما أنا بقول بتقف جنب النادي في الوقت الصعب قبل الوقت الحلو، فهي أكيد تستحق أحسن من كده وأحسن من اللي النادي بيمر بيه خلال الفترة الحالية. الزمالك أكيد ربنا يوفقه وكل الفرق الرياضية بالكامل داخل نادي الزمالك، إن شاء الله يبقى موسم الموسم اللي جاي يكون كله خير على نادي الزمالك. ولو مرينا بفترة صعبة زي مثلا الموسم اللي فات هي كاب وعادي، وده شيء عابر بيحدث لكل الأندية وكل الفرق على مستويات العالم. فأكيد نادي الزمالك اللي عمره أكتر من 112 سنة وراه جماهير بالملايين جوه مصر وبره مصر، الانهيار مش كلمة في قاموس نادي الزمالك، المعافرة والتنافس الشريف والفوز بالبطولات في كل الألعاب هي دايما عنوان نادي الزمالك اللي دايما بتتبعه كل الألعاب وكل الرياضات داخل نادي الزمالك. ففي النهاية كل الشكر وكل التحية لكوماندوز فريق يد نادي الزمالك على المجهود العظيم والكبير، واللي زي ما انا بقول والله مهما نشكر ومهما نقول عمرنا ما هنقدر نوفي حق وقدر هؤلاء طبعا اللاعبين والجهاز الفني الكبار. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق بكره لنادي الزمالك في البطوله العربيه، واكيد كلنا هنتابع المباراه وكل جماهير نادي الزمالك ان شاء الله تكون ملحمه بكره في ارض ملعب المباراه في أمام طبعا الكويت الكويتي، فأكيد مباراة تكون صعبة جدا، لكن إن شاء الله نادي الزمالك على قدر المسؤولية ونادي الزمالك إن شاء الله هيقدر يحقق البطولة ويوصل لكأس العالم للأندية. ده كان كلام مهم جدا حبيت أبتدي بيه النهاردة الحلقة مع حضراتكم، والله أنا عايز أتكلم تاني وعايز أشكر تاني، بس مهما بقول مهما كلمنا ومهما شكرنا عمرنا ما هنقدر نوافي طبعا حق الفريق وكوماندوز نادي اليد الفريق الكبير اللي بره اي تقييم وبره اي ظروف. نادي الزمالك تحس ان الفريق اليد ده يا جماعه هو مفصول كده عن نادي الزمالك، يعني تحس ان هو حاجه لوحده وكيان لوحده وقطاع لوحده خارج نادي الزمالك. هي حاجه غريبه جدا بالمناسبه، الفريق ما بيتاثرش خالص باي ظروف. فريق يعني امبارح يعني احنا بنشوف في الرياضات الثانيه لو خسرنا بطولة أو خسرنا مباريات والله يا جماعة أصل اللعيبة ما بتاخدش فلوس، أصل والله يا جماعة النادي في ظروف صعبة، أصل اللعيبة عليها أقساط، أصل أنتوا عارفين اللعيبة مش عارف إيه. طب حضرتك بالنسبة لفريق اليد ده إيه؟ هم اللعيبة دول برضو مش أكيد عليهم مسؤوليات وعليهم التزامات، لكن هم ما عندهمش شماعة يعلقوا عليها أي حاجة، هم بس
بيركزوا في الملعب، هم بس هدفهم اسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك العظيم. عشان كده بالمناسبه جماهير نادي الزمالك فريق اليد ده عندهم ليه مكانه خاصه كده وحب خاص بالنسبه لجماهير نادي الزمالك.